الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للأنام، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء. فونتين ذي المقطع إن شاء الله تبارك وتعالى هذا سنسبي بعض الأحكام ذي السنن عيد الفطر بحول الله تبارك وتعالى وقوته ومنه وفضله، في ظل هذه الجائحة، في ظل هذا الوباء ان كورونا كوفيد 19 التصم ذن خو الزجن دي ثودرين سن مار يوذن الزجن دي ثودرين سن صلاة العيد ويتسنغ السؤال ممشي غزجني وذن خو صلاة العيد دي ثودرين سن أغلبية الناس والسنشات والزجن غواني الإمام فقط. فنذكى بعض الأحكام بعض السنن من العيد الفطر إن شاء الله تعالى، ثم نعقب أدناوي الصفاء أن صلاة العيد يوردن في النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرمي يثبت العيد بمجرد ظهور هلال العيد جرث غير مغاب إيدي تبانى الهلال أن العيد يعني 29 نغضي نهان 30 زوم إما 29 نغضي 30 على حساب الدولة ملا فعلا أنه في الشهر عيد يعني الزرايا في الشهر عيد. ديني بعض السنن بعض الأحكام أحبابي الكرام، أهمها وأولها الإنسان بمجرد ديار قبائل في الشهر عيد هذه بذلك باربي تبارك وتعالى مشينا الله سبحانه وتعالى لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجن السنة مهجورة قليل وثي تقن يخص إن شاء الله تعالى الإنسان دي حي السنة يا هذه بذلك باب المجرد هذه سري الذي في الشهر عيد هذه بذا هذه كبا وصفة التكبير صيغة التكبير الواردة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد التصم ذان مسكين وغافل والسين شامر ميتوغة تتقن أن هذا غيفغ المصلى ذي بذاتيك نخمين يتغيم هذه المصلى يتقيت نعم تقذ منيا، ولكن قبر الناس كذلك يثبت جيرها ليلة العيد ليلة العيد خمين يعني في شهر الزب صلاة العيد جيرتني ذي بذيك بمجرد ذي سر الله في شهر العيد ذي بذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نيغ ثلاثي من الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سنيت ثبتت متنيغ إن شاء الله تعالى صحيح. أزيس نتيج هذه الطرقات ذي البيوت ذي الأسواق ذي المساجد يعني ذي جهة استكبيرايا شهرنا ما ذي مغارين ذي ثمانين سنت فقط أما قبري ذني غلا خصوة تسرين شاء يوذان الصوت النص جهرا ذي الداث لا بأس جاء ثار والنص عايز النص وذي سبو المشكل. نعم ذي جنس سنة خص خاص نحافظ أحبابي الكرام، ثم في الشاء يعني صبح الناس تبدأ صلاة العيد قبر الصلاة الإنسان خميني غير زاد صلاة الصبح غادي زاد صلاة الصبح هذه كمر يسن له أن يغتسل اغتسال العيد هذه يغتسل ممشي تغتسل للجمعة الجنابة هذه يغتسل العيد ثم ذياب أحسن الملابس وين ثارو ذي غاسي سبحان فعبيت ني غاسي سبحاني دجغي المناسبة وغياض ذي شوية القنونية ذي العطر فوح في الناس كذلك الأبناء الناس. ثم أحبابي الكرام أذي يعني خمني تبدأ صلاة العيد تبدأ صلاة العيد خمني تقعد فوشت خمني تنقى فوشت مقدار رمح يعني غد تنقى فوشت 4-9 غواناس 20 مينوت صافي تني تبدأ صلاة العيد الوقت صلاة العيد يوجد الوقت الصلاة ومن ميتكمل الوقت صلاة العيد الإنسان مريت صنغي عيد وخاسر وقت نغو إكا خاصيدس تكمل أك الضهر غادي دندها صافي وذي نبو صلاة العيد فعدوه ما تخرفني وتخد تفشاء لا صافي ذعدو يسو ذي سبو من غي خرف ومن غي قضى أما مريكا غاحي ضعاش نغا عشرة نغا تسعة نغا ثمانية نعم أتي الزجو ذي سبو الإشكال بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أحبابي الكرام خمني يتغيس الوقت هذه الزج صلاة العيد قبل يغيس الزج يخس هذه الشرفة التمرات نيغ 5 نيغ 7 نيغ 9 نيغ 11 مهمة هذه التمرات على ويتر مش عما يشاء يخس هذه ختمس الويتر هذه ختمس يشتم
أما ذي الشيشت نهلة هذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم توقع في فغ المصلى هذه الزوج صلاة العيد إتت فيني خلويت فينا إخستي دنحي أحباب الكرام فينا مرض الأحكام ذي السنن ابن أما أنت تبقى إن شاء الله تبارك وتعالى هذه خميني غيش ديني إن شاء الله ذي فغ يوجري فغ ذي الزوج أصلا ذي هدار هذه جمع ثروة الناس هذه سقرب يعني سجد الناس غا والسطرة ولا بد هذه الزج قبال السطرة ويجب السطرة بعد خسطاس نفس عصم القرغ لا تصل إلا إلى سطرة خمين غيقرب السطرة أثار ونس الزج نغوانس مرغس ناني حنجان الدس نغوانس مرغس يجو حنجا تمغى تنجيرين قاية حنجان نتي ذي كخفوس النس تمغى النس التس غوانس تنجيرين أما مرغس ناني حنجان قد سن غواني بابت سن ثم يمت سن دسن غواني حنجان هذه كبات كبيرة الإحرام ثم أخصد ميني صلاة العيد وذي اسم الأذان وذي اسم الإقامة برمن دن برمن قام الصلاة هذه كبات مباشرة تكبيرة الإحرام من كبات كبيرة الإحرام أديوي دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح يثبت من خلال النبي صلى الله عليه وسلم شخ خمسة يثبت ولكن أدنى ويثيم الزن إن شاء الله تعالى عسى بعض المذن إن شاء الله تحفظنا تزجنا بعدا مريم الزجن الفارضة النفيلة مريم كبات كبيرة الإحرام أدوين دعاء الاستفتاح ذيس الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذيس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ذيس عاوذ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من خكي سهرنا وما يعزن تحفظت إن شاء الله تحاول تزج الزيس الفارضة النش تزج الزيس النفل النش من مذك بعض كبيرة الإحرام التويثيذ عاذي غاثيني دعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم تفضي القراءة إذن صلاة العيد كبيرة الإحرام أدناوي دعاء الاستفتاح آنيني ستيمان كبيرة العيد العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عاذي غاثيني دعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أنا في ذي الفاتحة وذي إني قان التويث سبعان كبيرة الجمهور على أنها سبعة بتكبيرة الإحرام أما خميدة ذوي تكبيرة الإحرام التويت ستة ثم تزجت الفاتحة بعد الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم تويت سورة الأعلى تزجت سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الركعة الثانية تزجت الغاشية هلتك حديث الغاشية يثبت خسعوت ويتزجت سورة قاف ثم سورة القمر ولكن شن قضى يذا النغمي تحفظ أو يذ وتحفظ سورة الأعلى وتحفظ سورة الغشية لا بأس إن شاء الله من تحفظ زج الزيس وخازي قصار الصور زج من زي تحفظ ثم مني غذ كمر زي الركعة الأولى تقعد الركعة الثانية أتبدد التويد خمسان تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أتفت الفاتحة ذنتين وتذكر دعاء الاستفتاح تفتيرك الفاتحة إن شاء الله تبارك وتعالى ثم تزجز الغاشية نغمين تفضل أتكمرت الصلاة النش أتسجمد بهنا تكمرت إن شاء الله تعالى صلاة العيد بعد يعني الانتهاء من الصلاة وذي النبوش الأذكار وارد خل النبي صلى الله عليه وسلم مش نوخ مني نتزج الفارضة نتود المعقبات سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثلاثة وثلاثين إمام نتكمر لا إله إلا الله فينا وخسون تي وشا غواني النوافل ذي التراويح ذي الويتر ذي الأعياد وثبت شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ذي الفريضة فقط المعقبات ذي الفريضة فقط بعد الصلاة ذي التهنئة ابن مذيهن فاميليا الناس ذيهن ثروة الناس استهنئة الواردة ذي العيدين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال نيغ اللهم اغفر لنا ولكم فينا مارة واردة بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يتقبل من الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء والداء والغلاء إنه سميع الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ورضاه هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.